حرب غواصات قبل ضربة سوريا كادت تشعل الحرب العالمية الثانية. قبل أيام قليلة جدا من الحرب على سوريا، معركة 14 إبريل 2018، لما سوريا استيقظت صباح السبت والعالم كله استيقظ على ضربة أكثر من 100 صاروخ على مواقع مختلفة داخل سوريا. الصحف البريطانية كشفت سر خطير جدا، إنه كان فيه مطاردة مثيرة بين سلاح البحرية الروسي وبين سلاح البحرية البريطاني في البحر المتوسط. المطاردة دي حسب الصحف البريطانية مثيرة ومفزعة ومقلقة بشأن المستقبل. ما هي القصة كما نشرها الإعلام البريطاني؟ القصة إن بريطانيا قررت منذ اللحظة الأولى هتشارك مع أمريكا في الضربة على سوريا، بريطانيا وفرنسا، عشان كده الثلاث دول شاركوا في العمليات. فبريطانيا لما قررت بعتت غواصة نووية قوية جدا، محركات نووية صناعة رولز رويس تمنها أكتر من مليار استرليني، والغواصة دي راحت علشان تطلق صواريخ توماهوك على الأراضي السورية. طبعا طلعت بدري قبل العمليات بكام يوم عشان تتخفى وتبعد عن أعين الروس وعن أي أعين بترصد ما يجري في البحر المتوسط، ونجحت في التخفي بدعم سلاح الجو الأمريكي. وبعد دعم سلاح الجو الأمريكي والتخفي قدرت تصل إلى شواطئ البحر المتوسط قرب سوريا. الكلام بقى اللي الصحف البريطانية بدأت تثيره إن احتمال تكون هذه الغواصة لم تتمكن من إنها تطلق صواريخ توماهوك على الأراضي السورية، يعني وصلت بصعوبة شديدة جدا لكنها لم تتمكن من دخول المعركة. الإعلام البريطاني بيقول إيه؟ بيقول إن في غواصة روسية اسمها الثقب الأسود، نتيجة المحرك بتاعها صوته هادي جدا 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 يكاد لا يسمع، فالغرب يطلق عليها اسم الثقب الأسود. الغواصة ديت معاها 2 فرقاطة مع طيارة مضادة للغواصات. المجموعة البحرية الروسية دي طلعت عشان تدور وتبحث عن الغواصة البريطانية. يعني حضراتكم بشكل توضيحي بنتكلم على 3 مستويات للبحرية الروسية في مطاردة أو البحث عن، بمعنى أدق البحث عن، ثم ربما بقى الاشتباك، ربما الأسر للغواصة البريطانية. بنتكلم على إذا سطح الماء أهوت في البحر المتوسط، يبقى هنا في غواصة روسية، هنا في 2 فرقاطة روسية، وهنا في طائرة روسية مضادة للغواصات. كل ده بحثاً عن غواصة بريطانية جاية من هذا الاتجاه، من مضيق جبل طارق في اتجاه سوريا البحر المتوسط عشان تضرب الأراضي السورية. يبقى إذن في 3 مستويات، في الغواصة اللي قلنا عليها الثقب الأسود علشان صوتها بتسمعش خالص، غواصة روسية، وفي فوق على المية 2 فرقاطة، وفي هنا الطيارة المضادة للغواصات. هنا حضراتكم بقى لما تشوف هنا على الجانب ده هتلاقي انه الغواصة جاية من هذا الطريق اللي هي البريطانية. هنا بقى البحث من الـ3 أماكن دول، البحث ماشي عن هذه الغواصة، هل وصلوا إليها؟ البعض بيقول إن هم قدروا يتوصلوا، لكن دعم سلاح الجو الأمريكي خلاهم ما يقدروش في النهاية يتعاملوا مع الغواصة. هنا بقى عدة أسئلة. نمرة 1، هل روسيا كان هدفها إن هذه الغواصة تشتبك معها تغرقها مثلا؟ هل روسيا كانت ممكن تغرق غواصة نووية بريطانية؟ هل روسيا كانت بتفكر تأسر هذه الغواصة وتاخدها إلى شواطئ روسية؟ طبعا رغم صعوبة ده كله، سواء ضربة أو أسر، لكن هو ليه أصلا المطاردة؟ ما هو هدف المطاردة؟ النقطة اللي بعديها، طب لو حصل اشتباك ودي غواصة نووية قوية وعندها 20 صاروخ توماهوك والأمريكان موجودين، طب مش ده كان ممكن يشعل حرب عالمية في البحر المتوسط؟ احنا ليه انجرفنا الى حافة الهاوية بهذا الشكل؟ تعال بقى التكاليف الاقتصادية للحرب القادمة،
انت بتتكلم على ان غواصة واحدة بواحد واتنين من عشرة مليار استرليني، تتكلم على رقم خرافي. لو تم اغراقها فانت غرقت اكتر من او قرابة مليار ونص مليار دولار في البحر، تكاليف اقتصادية، تكاليف عسكرية، قوة عظمى، قوة نووية. لو كانت اشتبكت في البحر المتوسط، لو الغواصة الروسية وصلت للغواصة البريطانية، ولو الجيش الأمريكي ما ساعدش الغواصة البريطانية في التخفي ومنع الاشتباك ومنع وصول الروس إليها، كل ده طبقا للصحافة البريطانية. لو كان ده ما حصلش كنا ممكن وصلنا لاحتمالات اشتباك بين البحرية الروسية وبين البحرية البريطانية إلى بوادر حرب عالمية ثالثة تبدأ من البحر المتوسط، لكن الله ستر هذا العالم في هذه اللحظة الصعبة اللي كان ممكن العالم كله ينجرف إلى حافة الهوية. كل شوية بنسمع أخبار وبنتابع من دوريات عسكرية ومراكز دراسات محترمة بتقول إن الروس بيروحوا إلى قرب شواطئ بريطانيا بغواصات قوية، وإن الإنجليز بيروحوا إلى قرب المياه الروسية بغواصات قوية. إذن بنتكلم على تصعيد كبير جدا لا سيما في سلاح البحرية بين البحرية الروسية والبحرية البريطانية. هل التاريخ هيعيد نفسه؟ هل القوى الكبرى ممكن في لحظة تشتبك من جديد وممكن تجر العالم كله إلى نهاية هذا الكوكب أو إلى نهاية الحياة الآمنة على هذا الكوكب؟ لا أحد يتمنى ذلك.